نواف يكفينا حماسك يا نواف يا رب تطول ودخولي يا جبارة خالد مسفر القحطاني سلام سلام سلام, سلام. 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 معك كيف حالك يا رب مرحبا خالد والسلامة يا مرحبا ابو عبد العزيز ابو ابراهيم دكتور عرفنا بنفسك خالد لا مسفر القحطاني والنعم من محافظة الخرج ما عليك زود ما عليك ما عليك احنا عندنا فعاليات الخيل بصرم فعاليات ما عاد لهم دور حتى لو يتكسرون الحين ما عاد تفضل يا خالد عرفنا باسمك وعطنا هواياتك و خالد مسفر القحطاني ايه هواياتي المكاشيت وطلعات البر وسوالف الزينه الله يعلم طيب معك الدكتور صالح الحمد ابو عبد الله يحييك يا مرحبا وش عند خلفيتك عن الكلمات التراثيه القديمه والله يا طويل العمر ماشي الحال طيب مش لو قلنا لك بيت الشعر الشعبي القديم تعطينا بس كلمة من واحدة تشرح لنا يقول لك مساحاته مستمرة مثل المعزة وقت الجرة مساحاته مستمرة تخير سلمة منها واشرح حالنا من هالبيت هذا كله مساحاته مستمرة مثل المعزة وقت الجرة يا سلام والله هو مستمرة تخير كلمة واحدة منها وعلمنا وش من هالبيت هذا كله عدها لهنت مساحاته مستمرة مثل المعزة وقت الجرة وعلى فكرة ترى ما عليه تقييم يعني بس هذا نبغى نوضح للجمهور ايه وللجمهور جرة الجرة وليس الجرة الجمهور ما هو دكتور لا اقول التوضيح للجمهور ما هو بلا نعم والله يا طويل العمر ما يحضر صراحة تشرح لنا البيت يا دكتور إيه نعم الطرق ذا الطرق حميداني ذا كنا هذا يقول طال عمرك اذا كانت المطر طرق حميداني شويعر اذا كان المطر ينزل باستمرار أيه اسلم فمساحه السياره ايوه رايحه جايه مستمره ها مثل المعزه مثل الغنم اللي هي المعزه ما هي بالشياه الله اللي تجتر اللي تجتر الله ابو حاتم احنا اضفنا المعلومات احنا طيب يا ابو عبد العزيز معك خالد ما شاء الله أخوي خالد تقول راعي مكاشيت الله الله وجاينا من الشرقية منور الخرج من الخرج من مكتوب الشرقية إيه معلش خطأ مطبعي حيا الله أهل الخرج الله طيب المدة في البرنامج كيف تغطي البرنامج والله يا طويل العمر إن شاء الله أنها بنغطيها بتغطية طيبة سوالف نعم طيب نبي سالفة عطنا سالفة لا أنت شاعر ولا أنت منشد نعم ثلاثة أنت الآن مع قصيد حافظ قصيد عطنا قصيد خلنا نشوف الإلقاء يلا يا صاحبي دربل على عسل بالحيل بدونه مسافة جر هدية وجردة وجردة قدمك عكفان الشوارب مداهيل قطاعة الفرجة على كل سردة على كل سردة وإن كان ما تقدر دروب الريجي عود وتلقى واحد منك برد هلا جميل وإبراهيم خالد قد شاركت قبل في برامج أول مرة أطلع ما انت بغريب قد مريت علي لعل تذكر تذكر اول مره اطلع يا طبعا طيب لا 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 عندنا عندنا طيب قطره لا لا يا رجال لا دقيقه ابو بيسالك ابو ابراهيم حيا خالد ابن مسفر القحطاني نعم خالد ابن مسفر اي نعم من وين سمعت عن برامجه؟ ليش قدمت على برنامج مراجل بالذات؟ والله يا طويل العمر إشادة كانت إشادة من من؟ أنا قريب لي الله يوفقك انتهيت أنا الله يطول شكرا يا أبو إبراهيم خالد البرنامج أنت متفرغ قبل كلش؟ اي نعم صحيح فاضي يعني إن شاء الله 110 أيام؟ نعم صحيح 110 أيام ها؟ اي نعم من اللي علمك بالبرنامج؟ ولد خالي من هو؟ نقدر تعرف عليه؟ حمد فيصل وينتظرني في السيارة بشارك؟ لا والله مو مشارك تحياتي يا أبو فيصل استاهل ويتابعك على يوتيوب ها؟ أبو فيصل أبو فيصل اللي جابك؟ والله يا طويل العمر عندك شو تقدم؟ يقول أنه بضيف إن شاء الله إيه تضيف للبرنامج؟ إضافة يا طويل العمر مع مع القامات اللي مثلكم طيب الله يوفقنا نقيم خالد يا الربع طيب شكرا ابو مسفر سلمونا عليكم الله يستر عليك شكرا لمشاركتك يا ابو سلامه موفق ابو مسفر راكد وسلمنا على الرجال هادي عطونا عايض